فيها آراء مفيدة مفاهيم عديدة دائما فكرة جديدة على الهواء مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبسوالفكم. سوالف حلوة تجمعنا وإياكم في برنامج سوالف معنا، معاكم من الأحد إلى الخميس، من الواحدة والخمسة إلى الثانية. نسعد جدا بمشاركاتكم سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو التغريدات في تويتر أو الرسائل النصية، كلها مداخلات وآراء تثري أطروحاتنا هنا في برنامج سولف معنا. كل يوم مثل عماني، نعرف المثل بعد الفاصل، بس أذكركم بفريق العمل: عايدة البلوشية، أنس المشيفري، وأحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني. فؤاد غرامة يحمل محبة أنت تلقى مثلها، يعني إذا قلت لحصي شوقة وهيامة تقدر تقول بكثرة هالدنيا كلها، تقدر تقول بكثرة هالدنيا كلها، والله تقول بكثرة هالدنيا كلها. كلمة توصف إحساسي كلها، دامع جاز تلقى لي
يسد بلاد ويكفي أهلها، حبك يسد بلاد ويكفي أهلها، حبك يسد بلاد ويكفي أهلها. سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا حياكم الله مستمعينا في برنامج سولف معنا. مثل اليوم يقول: نازع ولا تخيب، عسى في النزاع نصيب. سولف معنا، نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. إذا نازع ولا تخيب، عسى في النزاعة نصيب. دعوة للمحاولة بطلب حقك أو أحد حقوقك أو إحداهما إذا كانوا اثنين. المهم نازع هنا بمعنى طالب، حاول وطالب ولا تستبق الفشل، وعسى في محاولتك نصيب. طبعا قصة المثل أو أصل الحكاية يعني ما لها رواية واحدة، روايتين عكس بعض تماما. رواية عن شخص يطالب بحرمته وحماره، والرواية الثانية فيها مكر والشخص قرر يطالب بما لا يحق له، وإذا ما طلع بذي بيطلع بذيك. احنا عموما خلنا على مغزى المثل. طبعا المغزى جميل جدا، نازع ولا تخيب، عسى في النزاعة نصيب. من خلال مشاركاتكم احنا ربما نصل الى رسائل كثيرة في هذا المثل. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا معنا خميس الهناء. الحمد لله تمام، الله يسلمك. انا سهلك طيب وانتم طيبين. انتم خميس براج من الهناء من ولا يستيب قلب الخوف. يا اهلا وسهلا يا خميس، كيفكم بخير؟ الحمد لله تمام. يقول لك نازع ولا تخيب، عسى من شلون؟ نعم، عسى في النزاع يعني نصيب. نعم ايه، عسى في النزاع نصيب يعني. نعم طالب في حقك، لازم الواحد يطالب في حقه. نعم، هنا المقصود يعني انك تطالب بحقوقك. صحيح. نعم السلام على جميع الاخوه المتصلين، جميع الاخوه المتصلين يعني وجميع طاقم الاذاعه مع اخواننا في دول الخليج اللي يشاركونا. السلام عليهم يعني. تسلم. اللي يعرف خميس براج من الله جميعا في عمان. تسلم، بارك الله فيك. أحسنت بشكرا. مع السلامة يا خميس. يلا أذكركم مستمعينا بحسابنا في تويتر @generalradio. معنا جمعة الندامي. مساء الخير. مساء النور، كيف حالك عادة؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. ما خواهش بخير؟ الحمد لله بخير. نازع ولا تخيب، عسى يكون لك في النزاع نصيب. اي نعم، يعني الإنسان أول يحاول بقدر الإمكان حتى لو كان ما إلا في حق، لكن عادي نزع يقول من فخ النار ما حد يخصمه. صح، أيوة، فهو يحاول عسى يكون في النزاع نصيب. يعني تسير نازع وقابح وضارب وسوي في يطلع لك شيء من 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 الأشياء. نعم، فهذا يقول لك نازع ولا تخيب، عسى يكون لك في النزاع نصيب. نعم، يمكن هي يعني الدعوة ما للضرابة أو النزاعة، لكن في نوعا ما يعني تركيز على أنك لا تتنازل، طالب حاول. فهو يطلب الأفعال يعني يطلب الأشياء حتى لو كانت بالنزاعة أو كان بالهواجم أو شيء، يعني لازم تتدخل في نفسك إنك تحاول إنك تتنازع. يمكن جمالك فيه لك حق يعني في الأمور هذه، لكن تتدخل شيء يعني ما لا، لكن نازع فيه نازع قابح سو قدمه، يمكن يطرح لك شيء من الأشياء اللي موجودة هناك، فيقول لك نازع ولا تخيب، أتفق لك بالنزاعة نصيب. نعم، فهذا يتحدث عن المثل هذا عن حاجة يكون إنك ما تتنازع عن شيء، يمكن يلك فيها نصيب، فحاول إنك تدخل بالتفاهم معهم، يمكن يكون لك في النزاعة نصيب. نعم، شكرا لك.
مشكور على حياتك. مع السلامة. يعني يمكن أحيانا الواحد يضطر يصل لمرحلة النزاع يوم لا حياة لمن تنادي. نأخذ اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. أبو ناصر مع شايدة. يا هلا وسهلا يا أبو ناصر. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. هذا المثل في مغزى يعني. كثير إنسان ما يلي حق يطالب في حاجة ما له فيها يعني كل من دخل في ما لا يعني لكي ما لا يرضي. نعم. يعني إذا مثلا أنا ما لي نصيب في الحاجة يعني أتمرد وأمكر يعني هو ذاك سوى يعني في خير يعني أعطاه حماره. أيوة يعني هنا إحدى الروايات. نعم. أيوة. إن إيش اللي حصل؟ اللي أيوة. حصل نعم إنه حصلوا شخص في طريقهم. أيوة. نعم. خلنا نسمع منك القصة. شلوا يعني شلوا الشخص هذا ما كان يعني نعمة. لما هنا يوم شل قال يوم شلوا ووصلوا البيت قال أنا أقول بطالب أنا أقول عدت بطالب بالحمارة ولا بالحمارة يعني. عسانا مع أخين يوم اجتمع مع القاضي حطوا ذاك الصوب وذاك الصوب. نعم. قال هذا يعني الحمار يكون حماري والزوج زوجته. قال أنا يقول هذا ما يقول ذاك الشخص أنا قال يقول ما يلي في شيء لكن يقول بنازع عسان يقول إلى حال نصيب لا في المرأة. نعم. المرأة والاثنين ما من حقه. أيوة فالاثنين ما من حقه. حكم القاضي عليه قال أنت مالك شيء. نعم. يقول تمكار ومتمرد. صحيح. بس انتهت القصة. أشكرك يا أبو ناصر. شكرا. تسلم بارك الله فيك. يمكن أنا ذكرت في المقدمة مستمعينا أنهم روايتين. إحدى الروايات تقول أن يعني كان رجل مع زوجته وزوجته على الحمار ماشيين في الطريق وإذا يشوفوا أعمى الزوجة تصر على الزوج أنه والله يعني خذه معانا وعمل فيه خير. الزوج قال لا بيتعبنا. المهم هي أصرت وأخذوا الشخص الأعمى معاهم. لما وصلوا صرخ في السوق وقال يعني الرجل هذا سرق مني الحمارة والحرمة، هذه حرمتي وهذا حماري يعني. فيقول هنا الزوج شفتي كيف يعني أصريتي وفي الأخير نعم يعني تعبنا. المهم راحوا للقاضي ففصل ما بينهم. الزوج أخذ زوجته وجلسوا في مكان والرجل أعمى في مكان. فهم القصد أنه يفصلوا ما بينهم عشان يسمعوهم إيش الحديث اللي يدور ما بينهم حتى يعني الحديث هذا يكشف عن الشخص المتعدي يعني. المهم سمعوا الزوج ويتكلم مع زوجته أنه شفتي كيف والله أنت السبب أن أنت اللي وصلتينا لهذه المرحلة. لما راحوا يتسمعوا على الشخص الأعمى قال والله يعني الاثنين ما حالي لكن نازع ولا تخيب عسى في النزاع نصيب إذا ما الحمار الحرمة إذا ما الحرمة الحمار يعني فبيسكتوني يعني بالحمار. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية لا، إنه لما أخذوا الأعمى وراحوا وعمل هذا الشيء فيهم إنه طالب بالحرمة والحمار راحوا للقاضي. هنا يعني الناس أصروا على هذا الرجل إنك نازع ولا تخيب عسى في النزاعة نصيب، إنك يعني بالتأكيد راح تاخذ يعني حقوقك بالتأكيد. احنا خلنا على المغزى الجميل أصلا لهذا المثل إنه نازع ولا تخيب عسى في النزاعة نصيب. يمكن أحيانا الواحد يصل لهذه المرحلة أو إنك حتى لا تستبق الفشل وخلك دائما محاول في أخذ حقوقك. هنا كلمة حتى نازع يعني هي إشارة إلى طالب وأيضا يعني حاول في مطالبتك. ناخذ اتصال. سلام عليكم. متسامح في تويتر يقول طيب الله نهاركم، إذا توقف الطفل عن صراخه وبكائه ما تحس أمه بجوعه، تعلموا من صراخ الأطفال وطالبوا بحقوقكم. يا سلام تصوير حلو كثير يا متسامح، شكرا لك. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله أخت عايدة. الله يحييك. بكل خير. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. من معنا؟ نعم. من معنا؟ معكم أبو غسان هنا. يا أهلا وسهلا يا أبو غسان. حياكم الله. تفضل. مثلكم رائع جدا اليوم صراحة، أول مرة نسمعه.
أيوة، يقول لك نازع ولا تخيب، عسى في النزاع نصيب. النزاع نصيب، وهذا طبعا يدل أن الإنسان يطالب حقه يعني ما يسكت. نعم. لكن لما الإنسان يطالب حقه المفروض يطالب بيه فيها أحسن، يعني ما شاف النزاع بصوت عالي. نعم أحسنت، نعم بالتي هي أحسن. يمكن في ناس يوصلوك لمرحلة أنك خلاص تعصب وتصرخ، لكن البداية أكيد بالتي هي أحسن. نعم نعم صحيح، بالمعاملة الطيبة يعني. نعم أحسنت يا أبو غسان، شكرا جزيلا، مع السلامة. شكرا لك، مع السلامة. معنا عبد الله العبري، مساء الخير. الله بالخير عايدة. يا أهلا وسهلا يا عبد الله، كيف حالك؟ طيبة الحمد لله تمام. الله يعافيكم يا أخي. يا أهلا وسهلا فيك. المثل زي جم يا أخي، زي مثل جم. أي نازع ولا تخيب، حتى في النزاع نصيب. نعم غير صحيح، يعني الإنسان كما يقول يطالب حقه، يعني مثلا ما يطالب بنزاعة أو مثلا بالقوة. نعم يعني يجي الشخص بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب، بالكلام الزين، بالفعل زين. أما النزاع يعني كما يقول ما تجيب الحاجة بالغصب، يعني مثلا تم نزع وتم هاوش له. أحيانا أكثر من حق، أنت عليك أنك الطالب، إذا ما هذا ذاك على الأقل. أيوة صحيح. نعم يعني الشخص يجي أول شيء بالتي هي أحسن، على خلاف إذا ما في مثلا فائدة أو كذا، في كما أقول مفاتيح كثيرة، مفاتيح كثيرة يعني. أشكرك يا عبد الله. مثل يعني مثل يقول لك نادع وتكلم، يدخل من هذا الذن ويخرج من هذا الذن. جميل أشكرك يا عبد الله. أيوة يعني كأنه ما يسمع شيء، لا كأنه ما عارف شيء، كأنه ما يسمع شيء على الموضوع. نعم في منهم يدخل من هالذن ويطلع من هالذن ومرتاح. ايوه ليش؟ لانه بيعطي لنفسه هذا العذر القوي. صحيح فعلا. نعم اشكرك، شكرا عايده، حياك الله، بارك الله فيك. ايضا محمود الهلالي في تويتر، اشكرك جدا على التواصل، ويقول لا تظن الكره يجعلك اقوى والحقد يجعلك اذكى، وان القسوه تجعلك محترما، في النفوس العظيمه هي المتسامحه. مساء التسامح، تحيه للجميع، يسعد مساك، شكرا لك. أيضا في تويتر، شكرا لكل من يتابعنا وأيضا يعيد تغريدتنا. الرسائل النصية ما أعرف هل في خلل، لأنه ما يصير لحد الحين ما وصلت ولا رسالة. المهم مستمعينا، نذكركم برقم التواصل معنا عبر الرسائل النصية 90484، أما حسابنا في تويتر @جنرال الراديو. لقيت روحي بعد ما لقيتي، بعد اللقاء أرجو لا لا صعبن علي أبقى وأنا ما نسيتك، أحساسك إني بين ربعي غريب. لقيت روحي بعد ما أنا لقيتك، بعد اللقاء أرجوك لا لا تغيبي، صعبن علي أبقى وأنا ما نسيتك، أحساسك إني بين ربعي غريب. كل ما تبي أنا عطيت، كل ما تبي مني عمري أنا عطيت، حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي، حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي. بعد ما لقيتي، بعد اللي
نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى السوالف سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا عودة إليكم مستمعينا وحياكم الله، وأكيد السوالف تحلى معاكم وبمشاركاتكم الجميلة. في تويتر تغريدة من أحمد الحضرمي يقول: من يتنازع بدون حق يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أما الساكت عن الحق شيطان أخرس. كلام جميل جدا. أيضا أحمد الحضرمي أشكرك على الرتويت. حسن الكحالي تغريدة تقول: نازع ولا تخيل، يمكن لك في النزاع نصيب، طالب بحقك ودافع عنه، فإن لم تنله كله نلت جزءا منه. نعم، هذا المقصود، أنه يمكن أكثر من حق، يمكن حق وعلى الأقل تنال نصه، أكثر من حق يمكن تنال كذا شيء والباقي يروح منك، ولكن عموما يعني أنه إذا ما بهذه بذيك. ويعني نازع هنا طالب، بمعنى طالب، وحاول دائما أنك تطالب بحقك. من معنا؟ أبو قيصر، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك يا أبو قيصر؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله، يعني بخير. الحمد لله بخير، الله يسلمك. الحمد لله. هو خالد المثل يقول: نازع ولا تخيب، عسى في النزاع نصيب. يكون خذ حقك ولا تعدى على الناس. نعم، خذ حقك ولا تتعدى على الناس. وقول مثل: في الصحون لا في البطون. نعم نعم أكيد. وقول مثل: لا منة غيرك قحمة من البادي ولا منة غيرك. نعم، قحمة من بادي ولا منة من غيرك. جميل، أشكرك. أشكرك يا أبو قيصر. هنا ما نسمع هذا من العلوي، حمد العلوي، اليوم بعده ما متصل. إيه زين، صحيح. نعم، وعلى لك عزيز سيدنا عزيز الهشامي. نعم، إن شاء الله بيتصل. إن شاء الله. تسلم تسلم يا أبو قيصر، مع السلامة. إن شاء الله بيتصل. إن شاء الله. تسلم. معنا آمنة، آمنة القاسمية، صح؟ وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. كيف أخباركم؟ طيبين؟ الحمد لله بخير يا آمنة. كيفش أنت؟ كيفكم؟ بخير. كيفكم على الأجواء؟ الحمد لله تمام. الله يعطيكم الصحة والعافية. ويعافيش يا رب. اليوم المثل: نازع إلى تخيب، يمكن يلك في نزاع نصيب. يمكن، ها؟ إيه، نازع حقي وطالب في حقي، وبعد حقي يسوي نزاعة ويسوي لخصانة ويسوي نزاع. هذه المشكلة، صح والله. هذه المشكلة، شاعر ضايع طالب في حقي. نعم. فيزعل علي، ولا مثلا أختي صديقتي مثلا مستلفة من عندي، ولا ماخذة من عندي حاجة بعد ما بيعجبها. نعم، فتتنازع: يا الله أبوي فلانة جاي تطالبني، هو أنا مو طايرة،
ما لا. انتي ما طايرة، انتي ساكتة وانا ساكتة، وهذا نعم. حق، والحق ما في مزعل. نعم يا جماعة هذا حق. نعم من الخد والاخ لاخو اخو من البنت وولدها ومن الحرمة وزوجها، هذا حق ما في يعني نزاع ولا في خصام. صح صح ايوة. ويقول الى اتبط الى حصل ثوبك بطل بطل. نعم شوي 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 ان شاء الله يا الله يمكن انا اللي نصيب بنزاع نصيب حق النصيب. بالفعل ايوة. وانزين عندي مثل يا عايدة تفضلي. يقول رابع الكذاب على نرد الباب. اي نعم نشوف لوين يوصل وشوف لين هي يوصل. نعم وناقت الكذاب رزمانه. جميل هي. وهذا المثل. تسلمي يا امنه شكرا. الله احسنتي. تسلمي عزيزتي مع السلامه. الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. ويعافيك يا رب شكرا. يلا تعجبني مداخلات آمنة تقول هذا هو يعني حقي وبعد حقي يجيب لي خصومة، لكن إيش أسوي يعني يا أكون ضعيف وأساير يا إما أطالب بحقي ونتنازع. سالم السعدي معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سالم. سالم السعدي معك. يا هلا وسهلا. الحمد لله تمام الله يسلمك. الله يسلمك يا مرحبا. تفضل يا سالم. عمرك عندنا المثل هذا عكسكم انتم المثل. عكس المثل هذا يقول زعم الهديل على ماله يما صفالك ولا صفاله. ايوه عيد لي المثل. زعم الهديل. ايوه الهديل على ماله. على ماله اها يما صفالك وما صفاله اها يعني عكسه هو هذا. نعم طالب الهديل على ماله يما يصفالك انت تحصل نصاها. نعم. نص من الهديل هذا ولا اللي تحصل بيت كامل هو بيه بس من وين يته يته من برا بس شفت إنما هديل قلت بنازع على ماله سواء مزرعة خطط شيء بنازع بقول له لي نصيب فيها. نعم هذا يما صفالك وما صفالك. نعم هذا المثال الصعيد معكم يعني. نعم. مثال طيب ما شاء الله. تسلم انت من وين يا سالم؟ من الشرقية صح؟ أنا من الشرقية. نعم. من الشرقية. نعم. من رويس. صح اشكرك. سلام عليكم علي الروي سالم عبد الله سالم. يا هلا وسهلا فيك. الله يسلمك. تسلم. مع السلامه. مرحبا بك الله. معنا محمد السيابي. مرحبا. صحتك والعافيه طيبه. الحمد لله تمام. يا هلا بالمتعايده. تفضل يا محمد. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. برنامج سولف معنا. اي سولف معنا يا محمد. يا هلا بكم. بس حبيت اداخلكم في موضوع المثل. نعم. نازع ولا تخيب عسيل لك في النزاع نصيب. نعم يعني أنا دائما أردد هذا المثل فهو دليل على المحاولة ولا نستبق الفشل. نعم جميل فعلا أنه الواحد يذكر نفسه دائما بمثل هذه الأمثال اللي تخليه بالفعل أنه يظل يحاول ولا يتوقف. نعم نعم يظل نعم. محامل يعني يحاول مهما كانت الظروف والصعوبات. نعم فعسى أن يكون يعني في تلك المنازعة نصيب. نصيب نعم. أيوة يعني وهذا المثل كذلك يقال عند النزاع وعسى تنتج من تلك النزاع يعني فائدة. نعم. فأنا حبيت أدخلكم على الموضوع ودائما نردد هذا المثل. جميل أنا أشكرك يا محمد. جزاكم الله خير. تسلم بارك الله فيك. حياتي. تسلم. الرسائل وصلت مستمعينا إن شاء الله راح نقراها. وصلت؟ طيب. نستمر في استقبال اتصالاتكم. راشد الغساني قلت لي. طيب راشد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف الحال عساكم بخير؟ الحمد لله بخير الله يسلمك يا راشد. حابة أبارك لكم بهذا البرنامج واجد جميل جدا جدا يعني. تسلم من طيبك يا راشد. اي والله تفضل. وأحسنت وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. ما حاب تشارك في المثل؟ مثل جودي بالموجود. يا سلام. ايه تسلم. الله يبارك فيك. شكرا لك. مثلنا يقول مستمعين نازع ولا تقيب عسى في النزاعة نصيب. ناخذ اتصال اخر. طيب احنا خلنا نطلع فيه ناخذ اتصال. السلام عليكم. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك الاخت عايدة. ايوه من معانا. معك عيسى التميمي. يا هلا وسهلا يا عيسى. كيف الحال؟ الحمد لله تمام الله يسلمك. يسلمك. تفضل يا عيسى. وش مثلكم اليوم اختي؟ ما سمعنا المثل. يقول نازع ولا تخيب عسى في النزاعة نصيب. تطلع بشيء على الاقل. نازع ولا تخيب؟ هي عسى في النزاعة نصيب. عسى في النزاعة نصيب.
أيوة. يعني إذا تنازع على الشخص يعني تنازع على شيء مهم شيء يعني لغرض معين يعني مثلا يعني ما تنازع على شيء ما تافه يعني شيء نعم. مهم وهو يعني المثل يدعو إلى أنه إحنا نظل نطالب بحقوقنا يعني على الأقل نطلع منها بشيء يعني هذا النزاع إذا أنت يعني شيء مضايق منه مثلا شيء ما يعني ناقص أنك يعني تتكلم فيه أو تناقش قضية معينة نعم يعني أحيانا الإنسان يصير غضبه في هذه القضية نعم في الموضوع يعني فما يتكلم إلا من يعني قلب يعني قلب أنه شيء شايفته بنفسه بعينه يعني نعم مثلا عندك مثلا برنامج البث المباشر احيانا يعني الناس يشتكي عن مشاكل يعني صح. كثير مشاكل تحصل في البلد يعني للاسف ويريد يحلوا قضيه يعني حلوها بطرق سلميه يعني نعم ويعني ومن هذا المدخل انه والله ساهم بصوتك عسى انك يعني تكون ساهمت في حل من نعم. الحلول المقترحه يعني اي نعم اشكرك جدا بس تسلم. حبيت اوجه تحيه ل جروب الأحباب وإلى جروب منطقة جيران العزاء وإلى جمعية النور للمكفوفين وإلى الشباب كلهم كل من يعرف عيسى التميمي شكرا لك أنتوا الجيران فاتحين جروب؟ إيه نعم جميل أشكرك يا عيسى الله يبارك فيك تسلم الله يبارك فيك والله أنا أمس كنت أفكر في هذه السالفة أني أفتح جروب مع جاراتي هي الفكرة حلوة بصراحة إذا ما متواصلين على الأقل ما نشوف بعض كل يوم نتلاقى في الجروب معنا حد ولا فاصل؟ فاصل مستمعين وراجعين يا ليت ما شوفك ولا تشوفني مول ويبقى خيالك في ضميري محلا تبقى حبيبي وانت قربت مجهول ويبقى فؤادي منزل الحب كله من هول قلب من عن البعد مقتول ونفس انت مادت في غيابك تولى اشتياق الروح للكون وهلا كني زمان ضيع اوقات الفصول مفقود قلبي ظل ومضيع اصلا لك كل ما تطلب من العين مقبول أمر ولو عز الطلب بان ذلا Thank you.
بهديك عمر لك تمنيته طول بهديك شوق ما تحملت شله يا سيدي سيدي يا هنا خاطر يقول ما مل صمتك كيف قولك أملا كلمة أحبك. حياكم الله مستمعينا في برنامج السولف معنا. مستمعينا نعتذر عن استقبال رسائلكم النصية ولخلل في السيستم، خلكم مع تغريداتكم أو يعني التواصل يكون عبر تويتر من خلال التغريدات أو من خلال اتصالاتكم. حياكم الله. وحسن الكحالي في تويتر يقول اللي ما تجيبه عصا فرعون تجيبه عصا موسى، وأيضا يقول قانص ضب وباغي ضبي، وأيضا نازع ولا تخيب عسى في النزاعة النصيب. شكرا لك يا حسن. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، معنا صالح المكتومي. يعطيك العافية. الله يعافيك صالح. شكرا لك، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية إن شاء الله. شو اليوم عندكم؟ الجو؟ شو عندكم اليوم؟ اليوم مثل. المثل عندنا نازع ولا تخيب عسى في النزاع نصيب. نازع لا تخيب عسى في النزاع نصيب، ولا المرة ولا لحمة هذا يكون المثل. أيوة. نازع أيوة لا تخيب عسى في النزاع نصيب، ولا المرة ولا لحمة. نعم. الله يعطيك العافية إن شاء الله. شكرا لك يا صالح. مسكرين بالوقت الحلو عندكم. تسلم بارك الله فيك. يا مرحبا. هم الناس أغلبهم طبعا عارفين قصة المثل، لذلك يعني يذكروا على طول من نطري المثل يذكروا القصة. من معنا ياسر؟ أحمد المعمري، مساء الخير. السلام عليكم، مساء النور، كيف الحال أخت عايدة؟ طيبين الحمد لله. تمام، الله يسلمك. حياكم الله، بارك الله. إيش أخبارك؟ طيب والله بخير الحمد لله، وصار لي فترة طويلة ما استمعت البرنامج وما تابعته بسبب ظروف يعني معينة، وإحنا افتقدناك حقيقة يعني في تويتر وهنا. الله يخليك، كانت ظروف شوية وسفر وكذا، لكن اليوم رجعنا وسمعنا البرنامج، حتى رسلت رسالة نصية، لكن أعتقد أن في مشكلة عندكم في الرسائل على ما أعتقد. في مشكلة اليوم للأسف. طيب، برنامج طيب حقيقة، وأمثالكم طيبة جداً، وعامله جو جميل يعني في عند المستمعين، ومثلكم اليوم بعد ايضا مثل طيب، ويمكن يشابه مثل زمان ذكرتونه اللي هو من دق الباب جاه الجواب على ما اعتقد. نعم صح، يعني تقريبا مشابه للمثل. وجهت نظري انا في المثل هذا، يعني الانسان دام ساكت و و و ولا يطالب بحقه، اكيد الطرف الاخر ايضا بيسكت عنه، خاصه اذا كان الطرف الاخر يعني عنده غير لا مبالاة أو ما يعني يعني ما عنده أمانة أو ما عنده ضمير أو ما مهتم، فبالتالي إذا أنا سكت الطرف الآخر بيسكت، وأكيد بيسكت عنك أكيد، وبالعكس بيتخذ من سكوتك هذا عذر له. أكيد. نعم أكيد، هذا إذا ما أنا لما أروح لا أنازعه مثلا أو أطالبه بحقي، هذا إذا ما حصلت يعني عذار وما حصلت يعني اعتذارات وما حصلت أمور كثيرة. نعم. وهذه حصلت حتى أنا عندي شخصيا، يعني أحيانا في ناس يمكن أن يكون لي موضوع عندهم أو شيء معين، فللأسف أنه يعني أحصل من بعض الأشخاص اعتذارات يعني كثيرة جدا، يعني مثل ما يقولوا بعضهم يقول اللي هو شخص قالوا لا وين، قال أنا يعني عندي عذر كذا معين. طيب شو عذر؟ قال حماري صار فيه كذا مثلا، يعني زمان يخبرون الشيء. فطيب قلنا الحمار يعني ما ممكن يصير له اللي ذكره. قال لي يا أخي أنت شو تريد، عذر ولا مثل ما يقولوا قص رقبة يعني، أو مثل هذا الكلام يعني. نعم. فالشخص اللي عنده أعذار أو اللي ما يريد يتجاوب أكيد بنحصل عنده أعذار كثيرة. نعم. والشخص اللي عنده تجاوب وعنده مثل ما نقول أمانة وضمير، أكيد يعني بدون حتى ما أنا أسير أنازعه أو أكل، ما يمكن أنا أحصل على باب بيتي واقف يعطيني حقي إذا أنا لي حق عنده يعني. فهذا اللي عندي بخصوص هذا. يفترض. نعم بالفعل. نعم
أشكرك شكرا. أشكرك يا العفو العفو تسلم تسلم العفو. صالح شكرا مع السلامة. يعني فعلا يمكن الواحد من هذا المثل يتعلم ويتذكر كثير من المواقف مر بها، أنه فعلا يعني ما حد يبغى يتنازع، أبدا ما حد يبغى يتنازع، لكن يصل يعني مضطر إلى هذه المرحلة أنه يبدأ يتنازع، وعسى من بعد هذا النزاع والخصومة يكون لي نصيب، يعني ما كله نصيب، جزء يعني أنا أسترجع أو أخذ حق من حقوقي على الأقل. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا يا محمد. يا مرحبا وسهلا أخت عايدة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طيب محمد إن شاء الله. الحارثي معنا، هلا وسهلا. الحمد لله بخير. حياكم الله. تفضل يا محمد. الأخت عايدة طبعا هذا المثل أنا من رأيي أن كثرة المنازعة ما فيها فايدة، يعني طبعا أكيد المنازعات وإذا كان السكوت من ذهب، إذا كان سكوت من إذا كان الكلام من فضة، أي نعم، إذا كان الكلام من فضة والسكوت من ذهب طبعا. طبعا أحسن الشخص ما يكون متواضع كثير، أحسن لأن تواضع للناس من تواضع لله الناس رفع نعم نعم طبعا من تواضع لله رفعه. ونحن نتمنى يعني من كل شخص ان يضبط اعصابه. نعم. في كل اموره. نعم اشكرك. نعم. تسلم تسلم يا محمد، بارك الله فيك. تسلم، مع السلامه. عبدالعزيز شكري، شكرا على متابعة صفحتنا. أيضا أهلا وسهلا، الحساب عنوان أهلا وسهلا. شكرا أيضا على متابعة صفحتنا. للأسف الرسائل اليوم ما موجودة فعلا افتقدناها كثير. نرجع لاتصالاتكم مستمعينا في دقائقنا الأخيرة. ومثلنا يقول نازع ولا تخيب، عسى في النزاع نصيب. هذه دعوة للمحاولة وعدم الانسحاب، وعلى الأقل أن الواحد يطالب بحقه ويحصل منه يعني جزء بسيط أو أحد حقوقه ويحصل على بعضها، أو أنه يعني يطالب بإحدى حقوقه إذا كانوا مثلا إحداهما، خلنا نقول إذا كانوا اثنين مثلا، على الأقل يحصل على جزء من هذه الحقوق. من معنا محمد؟ السلام عليكم. السلام صخير وحلي. يا هلا وسهلا. الله يسلمك، كيف حالكم؟ خير الحمد لله تمام. مثلكم طيب باقي اليوم. تسلم. معنا محمد. حمد أبو سعيد بن نزوة. حمد أبو سعيد، يا أهلا وسهلا فيك. كيف حالكم؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. إيه طبعا اليوم مثلكم هذا أنا طمعت عادة هنازع أنا عاد أنشيع القاضي يا الحمار يا الحرمة هو كان مطمع عاد خلني طمع أنا عاد نعم ساعدوا وطمع كذاك شوف كيف أنت نعم شكرا جزيلا. تسلم تسلم، بارك الله فيك. تسلم، مع السلامة. هذا اللي وصل لهم طبعا يعني رواية من الروايات، أنه شخص مروا عليه رجل وامرأته ومعهم حمار، ساعدوه وبعد ما ساعدوه وصل للمكان اللي يبغاه قام يصرخ والله أنه هذا يعني هذا الرجل سرق مني حماري وحرمتي. فتم بعدين يتكلم مع نفسه يعني إذا يعني ما أطلع بالحمارة على الأقل بالحرمة، ما بالحرمة بالحمار يعني، ويقول لنفسه أنه نازع ولا تخيب عسى في النزاعة نصيب. رواية ثانية تقول لا، قالوا للزوج أن يعني ظل طالب بحقوقك ونازع ولا تخيب عسى في النزاعة نصيب. أنا بصراحة مع الرواية الثانية يعني. ناخذ اتصال. سيف في اتصال؟ نعم.
إذا نصيحة لعدم الانهزام من أول وهلة أنه لا يعني هذا ما حقك وتراجع ونسحب، لا 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 هذا الكلام ما يجوز أبدا ما يجوز. يفترض أن الواحد يطالب بحقوقه، ومثل هذه الأمثال تعلمنا بالفعل أنه إحنا يفترض أن نطالب بحقوقنا إيش ما كان الأسلوب. إحنا ما نتكلم اليوم عن الأسلوب، ولكن على الأقل يعني عسى يكون لك نصيب، لأن في ناس محرومة يمكن من كل حقوقها. يعني على الأقل في حالة أنك طالبت وتنازعت ورحت وسألت، على الأقل بتطلع يعني بشيء من وراء هذه المطالبة. معنا إبراهيم أبو سعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. مساء الخير. مساء النور يا إبراهيم، كيف حالك؟ حالي طيب الحمد لله، كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. حقيقة ما شاء الله طلعونا كل يوم مثل حقيقة ومعلومة جديدة، يعني هي كذا مثالنا حلوة وتعتبر يعني دروس بصراحة. اي نعم حقيقة دروس عبر يعني الواحد يعني يشفين منها. نعم وحقيقة موضوعكم جيد وانتو أجمل، انتو أروع من أمثال حقيقة، وهذا الموضوع ساعة كاملة من الزمن حقيقة نفتقده أيام الجمعة والسبت. تسلم بارك الله فيك، واحنا ايضا نفتقدكم. يعطيكم العافيه يا اهل الثلاثي حقيقه، نهنى جميع الشباب ونقدم الحقيقه على جهودهم وإرادة حقيقه للبرنامج. يضيف الشباب في بعض الشباب ما شاء الله عندهم ما شاء الله معلومات جيده. تسلم. ايوه فمثلا اليوم يعني جيد، لكن النزاع السياسي محلها تكون اختعائله ما لازم في امور ما تخصك يعني. اكيد ما يسوك اليوم لأ. والثاني نتنازع بعد ما خلاص يطفح الكيل يعني. ونادع في حق الحق، إذا كان ما في حق أو كنت نادع ولا حد يوقف صنعك. صح أيوة نادع ولا تخيب عشان النزاع نصيب. نعم أيوة فما فيش دع حقك يعني بالفعل، إذا لك حق إن شاء الله تمخبه، لكن بالتي طبعا هي أحسن. نعم هذا تقريبا كده النسر، وفي ناس إن شاء الله يعني ممكن تعطينا معلومات أكثر يعني. نعم ما قصرت يا إبراهيم، جزاكم الله خير. تسلم بارك الله فيك، مع السلامة. أيضاً مستمعينا أشكر أنيق الجنوب على متابعة صفحتنا في تويتر. هلا نشوف نعمل تحديث جديد. فارس ولا يهمك، أنا بواصل ملاحظتك بالنسبة للفيديو، نشوف ليش ما يعمل. شكراً لك، حياكم الله مستمعينا. النصيحة لعدم الانهزام من أول محاولة والاستمرار في المحاولات. مثلنا يقول نازع ولا تخيب عسى في النزاع نصيب. نصيب بسيط يعني من وراء كل هذه المحاولات. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا. حياك الله تعالى. الله يحييك. معنا عبد الله العيسائي. تفضل يا عبد الله. صراحة ما كنت بتصل اليوم. ليش؟ ولكن يعني مشغول شوية، فقلت المثل عجبني. أيوة. وأنا في السيارة في الطريق هذا المثل عجبني، ويعني سامعنا أول قديم ودائما أضحك عليه المثل. ليش تضحك عليه؟ يعني في نزاع وفي حيطالب حرمة أو حمار. نعم هي القصة كانت كذا يقولوا، يعني إن كذا كانت القصة، في رواية ثانية يعني عاد الله أعلم أي الروايات هي الأصدق. كذا سمعناها بالفعل. نعم أنا أول ما سمعت المثل بعد خطر على بالي مثل ثاني. نعم اللي هو يقول كبش بخمس وعليش خمس وطلع من السوق. عيد للمثل. كبش بخمس. أيوة. وعليش خمس وطلع من السوق. وعليش خمس وطلع من السوق. اشرح لنا شوية المثل. أعتقد هذا حرمة تبيع كبش. زين. وأساس إنه قالوا لها أنتي عليش خمس وكبش هذا ما يسوى إلا خمس وخلاص طلع من السوق. يا ربي نعم. أما بخصوص هاي النزاعات ما نزاعات. نعم. لا يتنازع يصير لجنة فضل النزاعات. يا سلام عليك. ممكن جزاكم الله خير. تسلم. وبس حبينا نشارك. شكرا لك، شكرا المشاركة جميلة. بارك الله فيك يا عبد الله. وعبد الله يقول كبش شب خمس وعليش خمس وطلع من السوق.
يقال إنه بعض الأمثال لها إيحاءات ربما تكون سلبية، ولكن إحنا علينا أيضا بالرسالة الجميلة يعني في المثل. دخلت طبعا عليها دين معين، ولكن رايحة تبيع، وبما أنه اللي جاي تبيعه بنفس هذا القيمة أو السعر، إذا تطلع منها وما عندها أي حاجة. هذا الإيحاء الجميل يعني في هذا المثل. ناخذ مسلم الرحبي، مساء الخير. الله بالخير والنور، عايزة كيف حالك؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. الله يعطيك الصحة. والله هذا المثل اليوم عجبني، وعجبني سيارة المثل الأولي كم شهر 25 طلع بالسوق. تسلم، بارك الله فيك يا مسلم. يعني أنا نازع ولا تخيب أسب نزاع نصيب، لكن نزاع لها معنيين. إذا أنت ما يجيك حق، في ناس ما لهم حق ويتعمدوا ينازعوا، نازع ولا تخيب هل جاي لك نزاع نصيب، لكن نصيب هذا ما من حق أنا. نعم نعم. ايوه نازع ولا تخيب بالحق اللي يديه هو يدري، اما نازعت فيه واما سمحت منه. بالفعل. ايوه، واما نقول نازع ولا تخيب اسيرك في النزاع نصيب، في ناس يتعمدوا ما لهم حق ويتعمدوا. نعم، وهنا يمكن بالفعل يعني الواحد يعني يوجه رسالة لمثل هؤلاء الأشخاص إنه والله ما عندك حق، فيعني بأي حق أنت أصلا جاي تطالب بحقوق الآخرين وتتعدى عليها؟ أيوة، في ناس أنا أتعمد والله أتوجه على إنسان وأقول والله أنا طالب كذا كذا. نعم، أنا طالب كذا كذا، يا أخي ما علي الحق، وصلت يا لصلح النبي صلح مد بينهم صلح. نعم، أسوي إلا 10 ريالات ولا 5 ريالات وحب إنه ما يحق نازع ولا تخيب أسيرك نزاع نصيب. جميل، أشكرك يا مسلم. شكرا أنت يا عايدة، أحسنتي، بارك الله فيك، أحسنتي. احنا كذا وصلنا الى ختام حلقتنا مستمعينا، شكرا لكل من تواصل معنا تفاعل مع مثل اليوم، وكذلك نذكر دائما انه امثالنا قيمة جدا، نعم فيها ايحاءات كثيرة، احنا دائما نختار الايحاء الايجابي، الرسالة الجميلة في هذا المثل، نطرح اكثر الامثال اللي فعلا تدعو يعني الى الايجابية، وخاصة نركز على انه هذه الامثال تقال في حالات معينة. شكرا لكل من يساهم في التواصل معنا، وأيضا إيضاح بعض الأمثال الجميلة وربما الرسائل اللي تكون غائبة عنا. أذكركم بفريق العمل: عايدة البلوشية، أحمد الحديدي، أنس المشيفري، وفي الإخراج سيف الجرداني. ومع السلامة. أطلع الشمس.